إن هناك بلا شك مسار متعسر للسلام، سواء في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية أو حتى الوفاق المفروض الذي من شأنه أن يدعم مسار السلام للانقسام الداخلي والإشقاق بين حتى حماس وباقي الفصائل الفلسطينية. وأخيرا ما ظهر أيضا من قضية بولتسكون التي أحدثت توترا شديدا وأزمة كبيرة، والتي هزت إسرائيل وعصفت أيضا بفتح وأحدثت بلبلة كبيرة، وما زال هناك من يحاول أن يهمشها وأن تستخدم الفيتو إذا عرضت على مجلس الأمن من الفيتو الأمريكي. وبلا شك كل هذه الأشياء نجدها تصب دائما في مزيدا من الدعم لإسرائيل ومزيدا من المسار الذي انتهى إلى ما لا يعني الحق.